Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. ثم تعدوا كاملين درت فيهم فيديوهات لي فلوق كاملين فلوقيت فيهم كاملين وحطيت الرحله ديالي كامله ان شاء الله هذا فيديو فهمتي بريزونطاسيون صافي من بعد ان شاء الله تعرفوا كل شيء شويه بشويه بقى حط لكم كل مره بقى حط لكم فيديو تشوفوا شنو واقع حط لكم الطريق بلي ديتاي بكل شيء فهمتي تشوفوا الحرقه كما لم تروا من قبل داكشي ديال ناسيونال جيوغرافيا تعيشوا واحد التجربه فريده الا كنتي مهتم بالمحتوى ديال الموضوع وهادي دير جيم ابوني سبسكرايب راك تما انا يلا صابحين داخلين شي صالونيك ابي هاي شي صالونيك سنت
خوش اشو نديرو في التران؟ قطعنا تشيكيش. ها هو رايكم اخوشي بلقراد ورانا صابحين تشالفين، نزلنا من محطة التران ومعرفنا فين نمشيو، جي بي اس صور نصبحنا مقاتلين معاه. دور واد اللي كيموتو فيه الدراري في البوسنة، هاد ليا ماشي هادو راه ماشي وشي السق. ديما ريبينا الكار ان شاء الله اللوزنيتشا، نقطعو الواد نجيبوه في البوسنة ان شاء الله يرك تشبله. عاد فترة السربي يعني كراهشة كراهشة كراهشة. انا هاي خمسة ديال الصباح دابا قاشونا قاعدة المحطة من بوسنغراد، ان شاء الله نجيبوها مع الوحدة ونص ولا الجوج في بلغراد. والبرد اخوشي هم الترانات اللي كيخرجوا من صربيا كيدخلوا للطاليان والاوتريش هما هادو. ها فواحد المدينه سميتها الشيشة، بينه وبين كرواتيا 5 كيلو على لاباف. وبرجوش في الناسين حنايا واد دخلوا للبوسنه، دراري صحابي راهم مش مشاو قدامي، اللهم ارحمهم واغفر لهم يا رب. دفن اسلامي بحال الديك ورا الدار ولا بني الجديد كل جمعة نوال انا يلا دخلنا لبوسنا. الشيخة كيفاش؟ هو هبط ما عرفش واش انا دخل شي كوفي ولا ما عرفش، المهم ما عرفتش انا دخل هذا المحل ما عرفتش واش ديالي الصراحة. شوف الكونتاكت ديال الطوموبيل خلاه، انا دابا في تشوز لا ودابا راه عندنا شي 20 دقيقة هكاك وحنا تنقلبو على البوليس باقي ما لقيناهمش. بغينا نمشيو نسلمو ريوسنا. ما نشوف الدراري هادي الساحة كيقولو لها الدراري ديالنا كيقولو لها ساحة الحمام. فيكم الواد هذا هو الواد اللي غادي تشل صربيا، قاسم صربيا بوسنا كرواتيا تقريبا على حساب ما بقاش عارف. تغميت في هذيك صربيا، كنت في صربيا مغموم الهم و ستريس بزاف ديال المسائل، بصح كي دخلت البوسنة تفاجات واحد شوية، الناس مزيانين، سمع صوت الأذان، الناس أي حاجة خصها غير ما تسرقش طلبوا ويعطيوك، كاينش مشكل. فين ما دخلتش البوسنة الطريق ديالو فاس وما دار والو. يا وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن ملي خديت البوسنة الاستقلال ما طفاتش، ما عمرها طفات هادي. وليكم مكيل خلاص لا والو، يلا الحق طلع تلك القاو خاصك فلوس. هاي قول لهم يعطيوك ما تسرقش ما تسرقش. شوف ايه ها هو ايه برو فيس ها ولد فيس فور بيبل عرب. ياك والله واش واش جاوا لينا حنا دايرين لاباس الله حفظك يحفظكم. والله ثانك يو خوتي بالبراف. هاو والله هذا هضر الله يحفظكم الله يحفظ والديكم اللي يجي لهنا يخلي بلاصه زوينه. والله اللي يسرق ما راه راجل مازال شو العباد الدرب هذا هنايا 1914 تيمختي الولي عاد النمسا علي الطالب الصربي كما قرينا في التاريخ. السر هذا من بعد الحرب العالميه ولاو كيجيو كيديرو قفولة كيما كتشوفو لهنا. ستاسيون ديال سراييفو هو هدا سراييفو اي بي اش. بإذن الله بإذن الله فين واصلين إن شاء الله واصلين على الزمان 10 أيام إن شاء الله. الدنيا عامره بوليس راهم الدراري كيهبطوا فيهم من الليل. مريسكي معاكم بهذا الفيديو والله قسما بالرب شدوا التليفون شي غيهرسوا.
نزلونا جايبين الدنيا كامله عسكر وحلف الناطو ومشنا بكالاشنيكوف وهم غاديين بينا مرجعين اخوشي بالجيل وفار بحال غاديين بشي كريمينال ولا ما نعرف. طاحوا علينا في الصباح جابونا للخلاو القيفاره انتوما كيما كتشوفوا دراري او الدخان كيما كتشوفوا هنا باش تعرف ورا البرد المود ديال البرد او الدخان كيطلع من هنايا والشك طايح هاي السكه يلا حنا مترين صافي تبع لي السكه هاي حراق فيلمي الهجره من البلاد شل اخر مرحله هادشي اللي كان كيتسناك في الطريق وربي راه كيدير اللي فيها الخير لا مكتابه لك شي حاجه راه غتوصلك ولا ما مكتابهاش لك راه خش عيا ما ماشي نزينها لك نقول لك حاجه زوينه ولا ايه زوينه وخايبه في نفس الوقت كيما عاودت لكم شدونا البوليس ردونا احنا راجعين بالنهار مكتاب لكم تشوفوا الطريق هادي وانت دابا تشيق ولا كاع ما تشيق لمين في الطريق اخويا شغلات تشبون باردة والله شك ندير معاكم مجهود حق لا اله الا الله ما باغي منكم والو باغي بنادم يشوف الطريق وصافي ولا انا اسطوريه ديالي باغي نخليها في يوتيوب وديديكاس لولاد حومتي اللي ما كتبش ليهم يجيو معايا سبحان الله شوفوا الدنيا كي دايره باش نوريكم حد الديكور كاين في البوسنه بزاف ها في اي درب كتلقاو فهمتي كتلقى راه هو وسط الدرب الله يرحم الشهداء بيهاش بينا بيان سير بيهاش تمره كامله اللي ضربنا ما مشاتش باطل الدراري فهمتي راه كنقولوا لكم راه غنوصلوا وما غيردونا حنا غنعاودوا نرجعوا الماكله ديال الرحله الاخيره الرعب الخيال العلمي ها تشوف الاخر يجي واحد يقول لي يا خويا باش تنصحني والله والله ماشي كذب الدراري والله ها شو ما خوشي شو ديك ها شوف تحب تايت مانيش حاسس هذا لا ما تجيوش تروح فلوكه وما تجيش والله يا خوشي مش نضحكوا ولا نكذبوا ها شو ما خو هاي الواقع قدام كرواتيا تقريبا النهار الرابع ولا الخامس معايا مع عقل بالخطب شوما خوتي الغابة كيفاش دايرة قسما بالله العلي العظيم الى خمس ايام وحنا نمشيو فيها في الليل شوف النهار وشوف كيفاش دايرة وتخيل معايا كيفاش كتكون بالليل راه شي حاجة ما تأملش عقلك يحبس ربي هو اللي كرزق سبحانه وتعالى قسما بالله العلي العظيم اخوتي البارح تسال علينا الماء عمرنا الماء من ضايات عايشونا بقى لنا شي 25 كيلومتر لسلوفينيا وحنا طالعين مع هاد الجبل هذا بين جبلين هنا رانا الفوق وليك الجبل كانت رجينا كيما كالرعب هانتوما اخوتي هانتوما هاي سلوفينيا ها شوما خوش ها هي سلوفينيا ها الواد الطونوبيل اللي كيف دخلات سلوفينيا الحمد لله وان شاء الله هاد الاشياء اللي كتب ربي نجيبوها معاهم في الكعب سلوفينيا سيري هاد الرحله هاد العذاب فرحون فرحوا والدينا كما كتشوفوا ها هي اليوبليا هنا للتذكير فقط يعني من الحاجات اللي لاحظت فاش الله دخلت اللوبلي انا نقيه بزاف هذاك اللي صورت في سراييفو شي حاجه بزاف ما عينو على الطريحه بحال فراس الدرب فهمتش تفكر شد الدرب يا مال الحومه شيخ الو الو هاي لحظه الوداع صافا مع اخونا احمد هاني نازل اليوم الطاليه ان شاء الله الو امين دراري هاد الطونوبيلات هادو ديال سلوفينيا هاد الطونوبيلات هادو ديال ايطاليا
احنا في الحدود مباشره مع الحدود الايطاليه. ثم دخلنا واحد 10 متر في الحدود الايطاليه. واخيرا الحلم يصبح حقيقة. الحمد لله يا الحمد لله يا شوفوا كش الساعة الخير امين ان شاء الله فراس او امين اي بتفولوني انا نطلع طورينو نسالت حسا او امين دار الله يسهل عليكم اللهم امين. هود سيد هذا ما عمري نسى خير ولا حقاش. انا الحلم ديالي كان ندخل ايطالي وكي دخلت ايطالي اول واحد غيستقبلنا هو هاد السيد. درت المستحيل باش نعيش هاد اللحظة وحق الرب. الوالد ولدك في ميلانو. الوالد تاع وليدك في ميلانو. الحمد لله يا يعني. ملي كنا صغار وفهمشي وحنا كيما نتلاقاو غير في الصيف. هاد المرة أنا جيت عنده هو ديما يجي لعندي المغرب. هاد المرة أنا اللي جيت. تعود وين هاني استعان بخير انا جيت كاين ولا ما كاينش جيت ولا ما جيت ضربنا.